شجرة التبلدي رمز من رموز شمال كردفان في الغرب السوداني، وهي شجرة ضخمة معمرة قد يصل عمرها إلى مئات السنين. كانت تستخدم مخزناً لمياه الأمطار في مناطق العطش في الغرب السوداني، حيث كانت تجوف من الأعلى إلى الأسفل عبر جذعها الضخم، ويتم التحكم في الماء من خلال فتحات في أسفل الجذع. تبدو عارية جافة من أوراقها في فصل الخريف، لا أثر للحياة فيها. تطرح هذه الشجرة ثمرة صفراء اللون تسمى بالقنقليز، يستخدمها بعض السكان المحليين لعلاج حالة المغص المعوي، حيث تحوي هذه الثمرة حبوبا بنية اللون محاطة بطبقة لبنية بيضاء حامضة الطعم. يعتبر الغطاء النباتي لإقليم شمال كردفان كثيفا نسبيا عند مقارنته بالغطاء النباتي لصحارى البحر الأحمر، حيث يظهر هذا الغطاء النباتي لمحات من الثراء، ذلك أن الأعشاب أكثر انتشارا وكثافة، كما تزداد الحشائش ارتفاعا وضيقا في المساحات التي تفصل بينها، كما تحمل شيئا من التنوع في فصائلها. لقد افتقد كثير من هوادج النساء على غوارب الإبل في كثير من صحارى وبوادي العرب، إلا أن هذا الركب ظل خالدا في رحاب البادية السمراء، فمنذ الأزمنة الغابرة وعلى مر السنين وهذه الأضعان تشد رحالها، كلما هبت رياح الجدب وقذفتهم رماح القحط في رحلة آلت ألا تنتهي. فهذا ضعن راحل من قبيلة الشنابلة، على الرغم من الثراء النباتي الذي يكتنف هذه الأرض، فإن أضعان البدو لا تسكن رحالها، فلقد ألف حياة الترحال والتنقل وعدم التشبث بالأرض. تعبر هذا الإقليم عواصف ترابية شديدة السرعة تعرف باسم عواصف المقدمات الباردة، تهب ما بين شهري فبراير ومايو، أي في الفترة الجافة، فتكتسح مساحات واسعة بسرعة قد تصل إلى 85 كيلومترا في الساعة، وقد تؤدي في بعض الأحيان من شدة هوجها لاقتلاع بعض الأشجار الجافة.